بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فجاءنا سؤال من أخت كريمة تقول: ما موقف أخذ المرأة المال من زوجها؟ وكأنما تسأل عن التي تأخذ من مال زوجها بغير إذنه. نقول وبالله التوفيق أن في هذه الحالة لا بد وأن نفرق بين فرضين. الفرض الأول: إذا كان الزوج ينفق على زوجته ولا يبخل عليها ولا على أولادها، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. أما إذا كان بخيل شحيح يقتر عليها ولا ينفق عليها ولا على أولادها نفقة معتادة، فلها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، وذلك لما رواه أبو داود في السنن عن عائشة أن هندا أم معاوية جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. إذن فعلى هذا إذا كان الزوج شحيحا بخيلا لا ينفق على زوجته وأولاده، فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف، أي بغير إسراف، حتى يكون ذلك المال من نفقتها التي أوجبها الله سبحانه وتعالى شرعا لها ولأولادها. والله سبحانه وتعالى أعلم.